قرآن كوغو شاكي وي آداميان وي تكنايان صوماليدو إلهي كعب سيئكا كاغه الرأي حرمك وي كاغه الرأي إصبارد وي كاغه الرأي حق درد وي كاغه الرأي ديق بني آدم وي كاغه الرأي معنيه قرباء وي كاغه الرأي ميلول بكا وي كاغه الرأي نين كان حدو حولي هاي حكم كي لغور دي ولال كينا ولال كيغي حق ماهن وانيكي اغور رونا واي وقويس كجري او دهاي ورنين كان معنية كدهاية كيس كان واق وقلي نيكي دهاية واي مركو فكذي يان لفكين نيكي دهاية واي إساقيا سيدانا مركا علمدان ادينينا علمدان وحانو لانهاي أدينكو كوار رما آيات كإلهي يحديث كالنبي محمد أيوه ربا ما أنت إنو كدفاعه سيد علي وأفكي سكاقرطي يري أنيقا أيا قبي قريقة لول أيكو قبت وأي هران وحانكو شاقي وروضوال باي أمريان سيدي سيد علي لو سيدين لها ساس ميدين لو ذاقنا ولا ليال ها إيا مايا شور باجرة شير باجرة والله شاكيستي والله قاموري وحيا وبدانا عن إذين شاكنا لكن نمر ميستان إلا إيا نتيجة داد أركتان هاي شي سيد علي ما لنتي أربعة دا هايد ملة فصحي مثل ما فصحين مركا شاكت دي يا انكي ديلك لغو حكومي معني ان هدنا لغن نقون دونا عن إذين شاكنا رعفان كي سكرنا ما ذيب عن إذين شاكنا حدنا حكم كي كو محكمة لسوء تاقي دونا حدنا إن بينا كو عركتين يا أنا أبو حبت بادي ويري وإلا سيد دين دونا يعني كل حي وإيا خميستي مقالة بابور مكوتي سبتي صوبان مانت مالينتي خميستا هاي مكو باشالها يقاري سي هران كو شاك مركي ماشا لكيني ساعد با أحبني محبوس ساعد حيران لياب وهي هي تصل باك بحايي أبا الشيخ عبد العزيز مروقا كموقتي وحان كنا هاي بلانت تليها بليس قيبت قول كبنادر وبلان غادي وابينا كنا هاي بالرمضان يدو لقجرو يا أبا عبد العزيز صلى الله أفري وحي لقويري ويلك ويلك قبرنا هذه الدلي مركل التوغن هايو مع المهدي بايري هدي أن بين شيء غاينا حجلا ده كل نقطة وجهي سافيري نيسا وجهي سمر كات فيري سيد إستجم مية هي مسمى أن مركز اللغو توجن عيا هذا تاجن قصلنا والله قد رأي وحنا كنا هاي توجن شلا لمرة وابن ها هذا شيء قال آه مية قبل أن معني نويل سليمان اللغو توجن عيا براه بلشنا ويلي ما دينه وحيدين مشي قالهم أيا ويل كأنه سليمان وهابر قدر الله توجنا هيا ساسين دهين ما بكر سنين ببنان كي لي مادين إلهي نوح يري نفتي نف جويسا وجويسمو ها ناقواي كنتن لي واي ما قب شرع إسلامك هداي ناقتا هداي نن نف ونف نفتي نف جويسا دحال كي يكون كل دويهين أو نص معني دحال كي يكون تاي لكن نفتو بحوي معني نفتي نف جويسا وجويسمو رسول كان نوشاقي قاتم الأنبياء نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما بين سنة إنه حقيق وي وي ولا ليال ما أرك تير مركز سيد علي أو بابور وط شاقة دي أربعة دي يال الدائي تاريخ واي مسا سيدة دي ما يد أربعة دي سقال كان مقالة دو قاري كوتي بل حتى إيجا كوفا أنت معي يا وحكا قبان كرا قف نول بان قبني يا محكمة بان لساري دل توقشان لغو حكومي حدنا باوريغينا سؤال مركا نعايب ايه چعايل اسكان دافادي انا معني هدا ايه چعاش هاي هدا ايه نعبت هاي لكن چامي عدان وركي اي هرايكو وشاكتي يا qorki hore ay kugu sheegtay si isdaba jooga ma u soo baxay caawa sheegay 10 keen
ما صوبحي مثل ما صوبحين ما صوبحي صومالي ذو قرال معني وقرال كو يرتاي ورغورمين كو دهي ما يعني كان ولا توغن ما يعني كان ساسل ورهوي ور سيد علي غبد او دلي او قبي شيخ عبد العزيز اسغابا قان لو هيستايان كو دهي قانتو وا مخاي انغا ويل كينو بكرا ايو اها محمد دليم بي هذا ما فهميسا غبدادو جانجيبي أحيط لح حرورة إن الشيء ويلكن ويسا صباطي قلبي كحرطي مسكحبي معني كدي شيء نين لأبي يوسيب وآها سيد علي بابا نبناء دوا كسعطة إيادها قبتي إيادها نأس قبتي hadda waxa ay ugu soo dhacaysa marka hees aniga aan sameeyay arintan markay taagnay dadka laakiin ila ma fahmin heestaasi dad fara badan ay ugu dhahay macallinow oo ku nasiixayna heestan iska tir taasana sabab u ah maanta inaan social media maalmo aan ka maqanay facebook hadda u dambeysay live aan soo galeena codkayga aad maqli waydeen 24/7 war dad facebook in laga hadlo diidan dadkaasi tabartood intay la eegtahay dadkaasi dawladnimo intay u jirtaa iyo dimuqraadiyad ma dadkaana doonaya dawladnimo iyo wax wada wadaag ciyaarta hadaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tuma inay wax qarinayeen hadalkay diiday yihiin waa ka anaga macni anaga qurbaha joogna hadalkay ino diiday yihiin marka heestu waxay ahay gardaro gardaran gardaro gardaran guriyaha lagu go'ay noloshan la isu gubay gardaro garle gardarada garay leedahay gardaro garle gardarada garle adu wax ka dhe gardaro gardaran guriyaha lagu go'ay noloshan la isu gubay gardaro garle heesasi sideed saaxiibniman qoray yani qoray mabdi kare aan alifay ilaahay awoodiisa darteed isla markaana laxanka aan saaray fanaaniintii qaaday hadda way ii jeedaan hadda ma fahmaysa iyaga qadkii ugu jiraan alifay laxanka saaray way ku soo shubeen subaxiina waxaan u maleynayaa markaas turkiga aan joogay gardaro gardaran guriyaha lagu go'ay noloshan la isu gubay gardaro garle ma taagantaa mise ma taagna gabadhii la gubay reerkeeda ayaa waxa la leeyahay gabadhiinu wiilkeenay gubtay waysa sabatay miskaxday ka dishay gaanjibay ahayd haddii lacal ay noqoto in la toogtana hadduu qirtay ilaa iyo lix caruura uu dhalo caruurtiisu ay la ekaadaan sida macnihii gabadhan caruurteeda markaas kadib ayaa lagu fulinayaa haddii kale maba la dilayo ergidir way soo banaan baxday odaygii dhalay wuu yimaaday adeerkii wuu yimaaday eedayaashii iskuulli markii dambe waxay ku soo ururday mashiiqaal xun baa loo dilayaa wiilkeenna looma dili karo dalkan marka lixdan sano macnihii jiraabaa lagu yiri kun sagaal boqol lixdankii aan dowlad noqonay lixdankii ilaahay hadda maxaana lagu dhiqaayay marka ma cadaalad baa lagu dhiqaayay dadka ma cadaalad baa loo tooganayay soomaaliyeey waxaana qarsoonaa cadaalad darradan ayaa qarsoonayd qofna looma ooyaan inuu yahay magaca dowladnimada qofna ma arkaysa inuu yahay waxa loo yaqaan mighty af ingiriisiga jarmalka wuxuu dhahaa mechtig u dhahaa ah macnihii qof in aan macnihi caana madaadsa inuu yahay caana maqube qofna dembiga inuu qabanayo xataa hadduusan gelin dusha laga saarayo xabsiga lagala baxayo macnii nin dembiilaa lagu bedelayo tiirka la geynayo la tooganayo ilaahay caadil maahan miya shaki ma gelinaye laakiin ilaahay waxba uma jeedo miya ilaahaygii adduunkan abuuray oo ma arkaysa annagay ina abuuray cadaalad darada heerkaasi gaadhay
Soomaaliya maxay nabad uga dhalan weeyday maxaa barwaaqo cadaalad darada Soomaa jeedaan walaalayaal cadaalad darada Soomaaliya ka jirtaa ma aragtaan haye sheekhi dhamaa oo aayadka Ilaahay iyo ahadiista Nabi Maxamed macnaheedu daliilinay si degan intuu qamiis soo qaatay mikrofoon soo qaatuu leeyahay waa Xasan Macalin Daawud walaalkiis ka weyn gabadha ana u doonay wuxuu taagan yahay anagu dhal culimaan nahay markaysay gabadhan dhal culimo waay Sheikh Cabdi Al-Aziz aad dhalay ninkana waxa weey Macalin Daawud aad dhalay marka anagu markaysay macnahi dad xaq darro sameeynaa imaniin qof dhana la gubay firinjeer ku jiray macnahi 30 maalmood in ka badan marqaati ah ka wadatiin gaal Islaam uu yaabay wali wuxuu si difaacaya daalimki haddana qirtay oo maxkamada ka hor yiri aniga shidaal doontay aniga gubay marqaatiyaashi shamuuri ay ka midka yihiin ay cadeeyeen ya wali 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 aayada Ilaahay ayaa lagu difaacaya marka aayada been ma ahan xadiiska been ma ahan laakiin daliilkan meesha uu saaray bal fiiri yani qofka daliilinaa meesha uu saaray daliilka wuxuu leeyahay anaga macnaheeda shariicada Islaamka xukunkeedaan rabnaa war shariicada Islaamka Soomaan qofkii qof dilay in la dilo ya macnaheeda cafin kara aabihi aabaha wuxuu dhigi kara waan cafiyay ama wuxuu dhigi kara macnaheeda diyan qaatay ama wuxuu dhigi kara halay qisaaso aabiya taagan halay qisaaso cadaaladaan rabnaa maxay tahay marka markaysay waxa ay raadinaysid marka aayada Ilaahay been ma ahan rasuulkana been ma ahan laakiin maxaad u soo huwanaysaa markaas kadibna aad rabtaa baadil inaad ku difaacdid Xasan Macalin Daawudow ma qaadi kartaa maalinta qiyaamaha ah Luul Cabdulcasiis oo walaalka uu yiri aniga ayaa shidaalka doontay aniga ayaa guriga gubay yiri maxaa u gubtay macnaheedu masayraan u gubay anaa gubay cadeynaya ma qaadi kartaa dhiiga Luul Cabdulcasiis Ilaahay baa wax gubay oo adduunka walaalka uu ku cadaabay gurigii uu gubay daraadeed ay ku geeriyootay waan masayray uu yiri aniga gadaashaydii nin dambe gurigan sariirtan kugulama seexanayo kugulama raacaysanayo darteedan u gubay shanta qaaradood laga daawaday waayahay haddii aayada Ilaahay iyo xadiiska aa ku difaacaysid nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salliya nabi maxamed waayahay aaqiro ma qaadi kartaa mise wax kalaa ku horreeyay xasan oo adigana qamiiska waa noo wadataa aayadana waad akhrinaysaa ya macnihii xadiiskiina waad daliilinaysaa marka ma wax kalaa ku horreeyay anuu waxaan dhihi karaa de wax kalaa ku horreeyaan dhihi karaa marka see loo difaaca ninkaan fiiri nin xaaskiisii gubay haddana ilmihiisii curadka caloosha ku jiray gubay adiga muxuu kuu qabanayaa ninka difaacayo aakhira ma wuxuu ku tarayaa adduunya muxuu ku tarayaa soo lagama yaabo adoo hadda dulmi ku difaacaya marka ugu dambeysa adiga inuu isaga ku dilo soo lagama yaabo way dhici kartaa de ogow because dulmi ha buurabuuraysan adiga dulmi haddaad dhigatid xaqullaahi iyo xaqunnaas aa jira xaqunnaas haddaad dhigatid marka ugu dambeysa albaabkaagu kugu soo galaya guntaagana ka dayaysa suugaanta soomaaliyeedna waxay ahayd ruuxii godob walaal galaa nafsina waa uu garbiyaal waadna garwaaqsan doontaa markuu guudku kaa raro garbahaaga uu dhaansado ilaan waa gadiiso godkood aadid mooye ka gaboobi maysid waxaan ula jeedaa nafsigu wuu soo gurguuranayaa haddii marka dhiig bani aadan oo macnihii walaalkaa uu daadiyey uu qirtay la wada og yahay adigu aad aayad iyo xadiis aad damacdid inaad ku marin habaabisid oo macnihii aad ku difaacdid ya waxa weeye waxa laga yaabaa ninkaas aad difaacaysid in adiga uu sabab ku noqdo inuu ku dilo way dhici karaysaa ilaahay faacalu lima yurid wa ha kan aad difaacaysid inuu ku dilaa suuragala because nafsi baa geysatay nafsadaada fanaankii heesayna wuxuu yiri Cumar Duulamiya Axmed Mooge Liibaan iyo Maxamed Mooge waxay dhayn macnihii dhiig dad ma duugoobo nafsigu uu soo daahirayaa hadda ma fahmaysaa one day uu soo daahirayaa marka adiguna gacan ku dhiigla kala noqonaysaa adigana kii wax gubay baad la dambiyaa tahay marka maalinta qiyaamaha ma qaadi kartaa maxaad dhibkaan ku geliyey maxaad u difaacaysaa ninkan haddaba
حسن معلم محو سيدان أسامينيا ولا ليال صوبت سيدان أسامينيا محيطاي أنا أكون شيئا يمرك ما دام سيد علي هران أنا إذا كنت شيئا حسن ردان إنا يدكتو حماس كصومالي مركو روي حماسوتا مركز كدب مركز لولك اللوردigo إن السيد دايا على الرواية كلهاي صومان وقدم بينتينا مرحلة أسامر ودوجدة قلعت وحال يري محكمة دي أدب لوفري قلعت محكمة دي على ساري قلعت وأنا لقى جاري دونا إلى يري قلعت أربعة دي برنان كويمت قلعت خميس تي بابور ومجالات كومري وأجدين وقال كيس مقرصونة وحلو جسو عادي ما دام سيدين تي سي هدا معني ضدك يكور هلايان إن وكو قريه سيدين تي سي مركة صابت معني أولي هي حكم كاسكو مقنع سنين شريعة موافق سنين ماركي سي عدالة بان دونينا ماركي سي نين كان دنبيلة معهن وحلو لي هي أو مقال كان لوسا توري شعب كأيا درين كود اللي سو جيدين أيا شعب كي أو ماركي سي سيد علي ولداي تي أيا لغو قرين أيا ماركي سيد الله وضا شقين أي فيري أديك الدين ولغو سو قادن أيا حديث كين والله وطا ما بخصنا إن النبي محمد حديث كيسي آيات ديسي إلهي مدي دينه لكن معنيه سيد الله صوقاتي وجد اللي قليها إلهي درتي سماهن وشعب كأيال ربا موجود كلا إن الله صاروا فالقرين بانسين يا ددوينها الصوماليات أنه حيران وعلت فرصمان هايستا مركان الله يسوق اللي ماغنو لباتا آن كمرنو إيو كمانان ككون أنه حيران oo aan laga yaabin boqolkiiba 99 inaysan arkin oo nala kala dhex galay virusna lagu soo furay oo beejkan xaalkiisu hadhaadha ay tahay qodobkaas isaga ah waxaan u maleynayaa si fiican baa loo fahmay sayid cali macallin daud banaanka ma yimaaday sheegade horaan ma idin kugu sheegney sheegade gardaro gardaro guriya lagu go'ay nolashan laysu gubay gardaro garli bay taagantahay marka waxaanu aadi doonaa kiniya iyo xasan sheekh maxmuud qubanaha warka waa sidaas madaxweynaha soomaaliya wuxuu shiidsanaadaba caawa lacag baa soo gaadhay usoo daadatay lacagtaasi waxay uga timaaday dhankaas iyo Kenya Hassan Caawa Badar Noole way say ku timaaday ma taqaanan gabadh la yiraahdo Fawziya Haaji Aadan oo ahayd wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya teeramkii hore Hassan Sheikh Maxamuud uu joogay kana soo jeeda beesha Isaaq sidaan u maleynaya Somaliland oo doonaysay inay u tartanto midowga Afrika kursi ka mid ah kursigii ayuu gatay Hassan Sheikh Maxamuud nimay dhahan Raila Odinga oo raisul wasaarihii hore ee markayse macnihii Kenya ayaa laga gatay William Ruto oo dhibaato ku qaba ninkan maadaama mucaarad uu ku yahay ayaa raba inuu iska sii fogeeyo ninkan bal intuu taagtaagnaan lahaa dib uu ku keeni lahaa meel madax in loo geliyo si taas ay u fusho marka Hassan Sheikh Maxamuud waa loo dhaaniyay caawa beesadiisa waa la siiyay kaaga sii daran gabadhan lacaga loo ururiyay waxaa la yiri orod tartan Hassan Sheikh Maxamuud gabadhan marka isaaq ah oo dirta ka soo jeeda wuxuu ula dhaqmayaa sidii ma aragtay gabadh la yiraahdo Marwo Bashiir oo u dhalatay Majeerteen Imaaraadka kasoo horka jeeday markii dambana yani Imaaraad bay ku dhalatay oo ku kortay Kanada iyo meelaha istagtay North America Imaaraadka mucaarad ku noqotay danahooda Imaaraadkii ayaa u soo maray isu kaashaday Tanzania oo Hassan Sheikh Maxamuud uu ku leeyahay kaalin shidaal iyo guri uu leeyahay oo muddo laga haystay waxaa lagu yiri kursigaas ma noo deynaysa gurigii oo ku fasaxayna naxam Marwo Bashiir markii tartanka ay u diyaar garowday tii lagu dhigay waa la ogaa oo macnihii xataa aadan madoobe ayaa loo soo maray lacagtana markii hore waxaa laga ururiyay baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa dhiirigeliyay Cabdi Xaashi uu ku jiro
لكن عبد حاشم مركز ويسكدي ذي ما شاسي إنه سنكون عيبوبين مركي لي ورقات قر مروه بشركة هكي عيب إلا النقطي صومالي ماذا كوي روين معني قبر صوماليات كرسي مدحوينها برلمان كأفريكا معني أدون كأنا يوتر تنطام أفريكا معني أدون كأن ديكرا إن لقر ريبو ورصح ماهن عيب إلا النقطي هذا المدوبة أيها لقلية قولك انتي سول لابطي بحوي ونكا عمصي سيدي بالغو الرابي ورقادة اللوات دلي صوماليا وي كتنازوشي باليري وترتمد كورسي قاسي هذا دلكي إنما هدو كتنازولي وددكي معني وحدورنا إلاو وضد دلي محال لو يقول لقو آيا سيدا سالوغ لي إذا عدي تمادي سيدا اللوغة بين أبورتي شاكتي مروو بشير وادنا أغيدين هادنا فوسية حاجة آدن قدم الجديد كتر سنايد وحسن شيخ محمود ايسكود لوايين وحاوي ما انت ايادنا سيدا سالوغ لي oo lacagta waa la qaatay iyo haday rataan dad wasii tartamaya dabcan lacagta loo ururiyay way ka badan tahay timir oo bashiir loo ururiyay oo fowsiya lacag badan laakiin haday gundaha la gooyay lacag buu qaatay xasan sheekh maxmuud waa loo soo shubay wixiisi kursiga Soomaaliya uu gatay marka xasan sheekh maxmuud wuxuu ka tagaayay male ha dalkii markuu ka daalay safaaradihi kuraasti Soomaaliya ay ku leedahay adduunyada wax walba ee daadi wax walba farq ay ugu shub horta madaxweynaha Soomaaliya sidaas uu noqday Soomaaliya nasiib darra ku dhacday umada Soomaaliyeed nasiib darradan 15kii May 2024ka ayay ka soo raacday teendhadii afasiyooni ee magaalada Muqdisho intaas waa adiga haysa waanu sii socon doonaa sheegada ayaan ku jirnaa waxaan isla aadeynaa قرمد المدوبي يا حسن شيخ محمود أداي لايف صوت قلي إنك صار لي قطوري وحنا يدين شاقي قرمد المدوبي ويكوري مادين حسن شيخ محمود ربطان كيسي صوماليا حفيسك كويالا هلا حيرو حيري مين يدهين كمانا نقانو مال بانو قبحي ضد بانو قردنتي Soomaaliya wadar ogola ma aragno Soomaaliya xageed isku taagna ma aragno kama baxayno waayahay magac halay bedelo yiri magac Unison hala bedelo waxa lagu yiri bixitaan ma jacayshay aha waa baxayna hadaan baxno dhururu kuma siinayno dhururu kuma siinayno cun qabtayntii hubkana waa lagu celin deynki waa lagu celin شلين لغو سين مايو هذا ما فهم إيسا كالما دي عن صوماليا سين جرني مامول قبالي ديادنا لعقبات سين إيسا أما موفو سودو مدحوين صوماليا سومتي أما مارك إيسا معني إسبارة أوديغو مقدشو لعقتا أنك أن مامول قبالي ديادا سين جرني الدولادة نحينتان أقودي ابنو معني لغار سين جرني صاحب وسين إيسا منا ويريري كرتيد ورمحاكم دعي حسن شيخ محمود كرباش مسه لما جبارا حسن مركي سيدا سيليري وحو باللابي حالنا كليها بلي آدم كالوغو عنا إنو دو حالنا قبلها لغو فرحو مايا إنو دو ما عرفت يا براي بالشارع فيري حالنا ان كليها معني بني ادم كحبنا للبحو هذا كو مشي جناني ماشي عسي ضد في عم ضد حم بو يسوق جيران ما صافر ليا لكن ما انت كليا محاك صوب حفيز كمرك وحيري ولا قد يدي الحفيز كان وحلو حيري سعيدني سيدي ماركي سمعني لو تاجر موتاي دارودا نعيب لفت قرين معه مركا حفيزكا مركا حيرا اللي يريع اني مانكي سوى جيستين بقول ايسي ديتن دكري كليا مركاس ميدا صوب احضي اني طبان سنة نحلانك شقينا هاي انشحو مانا تعالى معني انكو فرحمية اللي يريع قبر ان لفرحمينين ماشي مجو يكر طبان سنة سيكو جوبتا دي هدان لكو فرحمينين هدان اوقين انتاس
وياي طبعا سنة دي لو فرحوا مياي فرتها سحن طبعا سنة محاول شيء ويس محاط طبعا سنة هذا شغلة اللي يصير رخصي أنا مكوش شيء إنه شغالة صح رضا اللي بده يجمع أنا أكون أي مكوش شيء ها طبعا سنة هذي فرحوا مين أي سعوتي ضدك كليه ذا اللي بحاي طبعا سنة هذيك ترجمان هذا واحد محاد وشيء جويدي مركع طبعا كاسنا انت عرور كليا على جرب حي انت جمدات إلا فرح مايي هذا اترجمي ما أنا مركع هذا ولا ريال مثال من زمان ما قال دراي تاني ياري سان كجري ده هذا فيريا طبعا سنة طبعا سنة هدي عاد أجيد جمد الصوماليين إلا فرح مايو هدي عاد أجيد المصوماليين إن كليها لقلبحوا هدي طبعاً سنة عدوجيت مع ما أنتي حسن شيخ محمود مركو يري حفيز كقرمة دمي ولا جحرو أودي ذي محا هذا كصوب بقى شاكد مركا نمان كان سيدا وحلو برب وقان دي حتى ما يخانان ها يا لا لا فهمك على سياسة دولة يا هذا هذا الكرسي كده جانا هذي دور شغل اللوغات كادو إجران تحليل فارح يصدي دونا ندنا يا جانا اللقي هذا ما يكاد لان كرسي هذا يا جا تاجني هذا ما يكاد لان ما يدهان ماركيس حقوق دي إكرام بين رادين رادينين شلي حسن شيخ محمود مريي سعد عبد الله ودو جدين قد قدودنا فقه ودو جدين حقوق ده يا امين من ربي بقى هي هي مركي قدودنا مرضي قدودنا هذا محا مرضي حقي عاد مرضي محا لو اركي لا اي هي حكم كي ايغا بجوغي فهد ياسين فرماجو محكمة اسكانه محي ودي لايين عدي كهذا شحطة ولا دي لهذا إكران حقوق دي قف كلها هبينك ومقيم هذا مفهوم إيسا مركب ولا ليال حسن شيخ محمود يو إنك واحد كلا جاران كوش يا مركب ولي واقوسي وضع واقوس كسينا هاي حسن حساب تمرك يكون حماتي أرتى يا كدر الدنيا كدر واقوس يا إذا كيسا جابي أفغانستان وكرني جرا ماشان الدنيا وحاسو يري موت والله إني ما نكسيوي إني ما نبضون واي ها هذي مارك يسمعني مورياني ما قطر كتيهين دم الجديدو يا إني ما نكسيوي قالين كقطر يكوين ينبضني نول ويدي كجور ريان الدون كنا حبضة يقالين كقالين كدجال كل الأجو ور وريانو كدالين حسن شيخ محمود حسون جدي مارك هذا وحوير إني ما يهو حفيز كافر نادو صوماليا لكن مامول كحفيز كقرم ماذا ميدوبي 50-50 نوغان ديگا ما فهم ايسا ماشو اصعدو يعني بقول خيبا كونتون قرم ماذا ميدوبي دولة الصوماليا هان نقطو بقول خيبا كونتون قرم ماذا ميدوبي حصود درستو حالا اسكو دارو مركز كدب قدون هاي اسكت دورتانو ارقي قال صوم مقا عابا ايو وقرمدي ميدو باي صوم مقا عابا ايسو هل قول بدلو معني لبادا دين عق قرمدي ميدو باي الدولة الدم الجديد مركز اللي اسكت دارو ان اي اسكت دورتان قدومية او متلاية بوسك ارقي قارك اي قرمدي ميدو باي وان قرمدي ميدو باي ما صوم مقا عابين يا لكن 50% قرامة المدوبي وكيلة ده إصادر ستاي إف بقول كيبا كنتن دولة دمو الجديد عن اسكو درنو اسفهن مركي التلاضة فرائي كبعد ساسي سو جديين محا مركي سيداسي لو سو جديي وحي او سو جديين ماشان مشاريع عطالة يعني ارغيغان غاركا اه قرمه ميدوبي سوماليا اسو مغعابيسا بقولكي وكنتن بقالها سوماليا كبحايا دونيدو اي ديبتو ولوغو كالمين ايو وحا مامولا لعاكتا كاشكا اه قرمه ميدوبي
ergayga maamula ma fahmaysa koow sidoo kale boqolkiiba konton waxay ku dhiibaan adduunka mashaariic ay ku dhiibaan mashaariic